السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أيوب قاسم من المغرب في سلسلة ديال الأوتوماتيزاسيون اللي غادي نبداوها إن شاء الله. من هذه الحلقة غادي نحاول نطرقوا على جميع المواضيع اللي كتاخد هاد لافيليا من أ حتى الزد إن شاء الله تعالى. وغادي نبداو في هذا المشروع انطلاقا من هذه الحلقة، ونتمنى نكونوا في حسن الظن ديال المتتبعين ديالنا. اول حاجة غادي نتكلموا عليها واللي هي خاصة تكون ضرورية هو لو نون ديال هاد لا فيليير اوتوماتيزاسيون انسترومونطاسيون اندستريال منين جا، لا ديسكريبسيون جينيرال ديالو، اي لا ابليكاسيون اللي كنحتاجوها اللي غادي نخدموا فيها على لا فيتور في بهاد الفيليير، ولو بيت علاش دارت هاد لا فيليير او هاد الدومين ديال اوتوماتيزاسيون اي انسترومونطاسيون اندستري. اول حاجه غادي نتكلموا عليها كيف ما قلنا غادي ناخذو هي لي زابليكاسيون ديال اوتوماتيزم. الابليكاسيون كنلقاو بزاف الابليكاسيون، انا اختاريت لكم بضعه منها اللي غادي نتحدثوا عليها وغادي نحاولوا نبينوها. مثلا بحال لا كوموند دي ماشين، التحكم في الآلة، وماشين أوتيل أكوموند ديميريك الآلة اللي عندها من تحكم رقمي يعني 0 1. وكاينين من الابليكاسيوات اللي كتطبق هاد الاوتوماتيزاسيون بحال اللي كونفويور كونفوياج يعني ناقل للبضاعة، كنقول لنا البضاعة و امبالاج لومبالاج ديالهم ديال هادو كل البيضاء. هادو دي زيكزامبل فاش كتخدم لي اوتوماتيزاسيون. عندنا دي ماشين دو شونتيي اونجين دو لوباش، وهادو الصور عندنا كنشوفوهم كيبينوا لينا الاوتوماتيزم كيفاش اوتوماتي بروغرامابل. هنا عندنا ان اي بي اي، هنا عندنا كونتاكتور لي رولي تيرميك، بزاف د الحوايج هادو غادي نطرقو ليهم في الفيديو ان شاء الله تعالى. هاد الشيء نقدر نقول لكم غادي تشوفوه حتى للدوزيام اني. في بروميير اني حنا غادي نشوفو لي باز اللي غادي نطرقو منهم في الاوتومات بروغرامابل، وهاد الشيء كامل ان شاء الله غادي تشوفوه معنا في الحلقات الماجيه. بارمي لي زوتر ابليكاسيون كاين اوتوماتيزم دي باتيمون، آلية لي باتيمون المباني، لي شوفاج، كليماتيزاسيون، ديستريبيسيون دي ليكتريسيتي، إكليراج، سيكيريتي، لي زالارم، لي ريغولاسيون دو بروسيسوس شيمي. نعم كاين هاد لا ريغولاسيون غادي تشوفوها في الدوزيام ان شاء الله، ديال المعالج الكيميائي، بزاف حوايج البيتروشيمي كيمياء البترول، لا فارماسوتيك، لو تريتمون دي زو زعما المعالجة الماء، لي تيرميك الحرارية، ولي فور لي فورن كيفاش كيخدم. حتى هو عنده واحد السيستم اوتوماتيزم ديال ريغيلاسيون ديال التمبيراتور، اي لي ما لا ميتالوجري يعني علم المعادن. هادو بعد فين كنشوفو الاوتوماتيزاسيون، حتى هي شي كامل ان سيستم اوتومات، كاين العقل هنا البروسيسوس، كاين دي بوطون بوسوار دي كابتور ايتترا. بارمي لي ابليكاسيون الاخرين عاوتاني كاين لو كونترول دان سيستم، سيستم كوم سا هذا ان سيستم كنديرو ليه واحد السيستم باش نكونتروليو ديال المشيان والمجيان ديالو. هذا هو دي زيكزامبل برودكسيون اند ديستريبيسيون دي انرجي كوم سا، الانتاج والتوزيع ديال الانرجي الكتريسيتي بترول غاز ترانسبور شومان دو فير روتيير مارين، هادو كاملين دي دومين اللي غادي نلقاو فيهم اوتوماتيزاسيون الانسترومونطاسيون اندستريال. بارمي لا ديفينيسيون ديال الاوتوماتيزم عندنا اوتوماتيك، اوتوماتيزم جات من اوتوماتيك يعني سي لونسومبل دي سيونس دي تكنيك، هو مجموعة ديال العلوم التقنيات اللي كنستعملو لهدف تحقيق نظام آلي بلا تدخل ديال الانسان. كيف ما غنشوفو هنا اوتوماتيزاسيون سي ليكزيكسيون اوتوماتيك دي تاش سون انترفونسيون هيومان، كما قلنا بدون تدخل الانسان. هذا هو لافونتاج ديال الاوتوماتيزاسيون.
غادي نشوفوا بزاف الحوايج، منها لا لوجيك كومبيناتوار اللي غنحتاجو، لا لوجيك سيكونسييل كتعتمد على الجراف سيت ولي باسكول، و تومبوريزاسيون ديال شي حاجة، ديال كونتاكتور، ديال شي بوطون بوسوار بحال هكا، كونتاج يعني كونتي، كي كونتي لي انكريمونتي او ديكريمونتي، تزايد التصاعديا تنازليا، كالكول نيميريك لي فونكسيون نيميريك، اسيرفيسمون اي ريغولاسيون. هاد الشي غادي نطرقو عليه ان شاء الله في الحلقات الماجية بالتدقيق. وهاد الاوتوماتيزاسيون بيرمي دو كوموندي ميزوري اي كونترولي او مويان دو سيني دونتري اي دو سورتي، كتكوموندي لينا ولا كتقيس لينا ولا كتكونترول لينا اون سينيال دونتري لي كيكون اما نيميريك او انالوجيك. غادي نطرقو هادشي كامل من بعد. توت لي ماشين او بروسيسيس اون انفيرونمون اندستريال، زعما كاع لي ماشين كاع الالات والمعالجات اللي كتكون في المحيط الصناعي كامل، هادشي كيكون فيها الاوتوماتيزاسيون لي انسترومونطاسيون اندستريال. لو بيت دو اوتوماتيزاسيون، علاش دارت هاد الاوتوماتيزاسيون؟ بارمي لو بيت ديال الاوتوماتيزاسيون كنلقاو الانيميناسيون دي تاش ريبيتيتيف، زعما نقصيو هادوك لي تاش اللي كيكونو كيتعاودو سونز انتيغي، ونعوضوهم دي ماشين باغ اكزومبل اللي تخدم بوحدها، اللي تفابريكي لينا داكشي بوحدو. سامبليفي لو ترافاي دو لومان، طبيعة الحال غادي تسهل علينا الخدمة ديال الانسان، و اوغمونتي لا سيكوريتي بور ايفيتي لي زيرور. انسان من طبيعته كيخطا، و لي ماشين جو بونس با الا كانوا بواحد مانتونس مزيانه وواحد الكونترول مزيانه تخطا عليك. هادشي علاش اوتوماتيزاسيون دارت، وكاينين لي فيش اخرين عاوتاني بروبوزي اوهم دي تاش فالوريزون او ليو دو شارجمون دي شارجمون دي بيس سور اون ماشين، ونفيغ لا بوسيبيليتي دو لا كونترولي فواغ بروغرامي. زعما او ليو باش الانسان يشارجي لينا او يشارجي لينا شي بياسات سور اون ماشين، يمكن لينا نديرو واحد البروغرام اللي يدير هادشي كامل غير بوحدو، وما كاينش شي تعب ولا شي حاجه، ماكينه خدامه عادي. والحاجه اللي كتوفر لينا عاوتاني هاد الاوتوماتيزاسيون هي الانرجي، وواحد البروديكسيون كيكون تري افيكاس، ماشي بحال الانسان يكون واحد البروديكسيون فعال ومزيان. بارمي لي بيس عاوتاني كاين سوبرفيزي لي انستالاسيون اي لي ماشين، كتكون تا واحد السوبرفيزيون في لا سال دو كونترول، وكتفيريفي ريطا دو فونكسيون دي ماشين، بريفينير اون مانتونونس نيسيسير، وكتقول كتشوف واش كاينه واحد مانتونونس تقدر دير انت، تقدر يديرها ان تكنيسيان اخر ديال المانتونونس. المهم كيكون الانسان بعيد على داكشي الخدمه، وكيتدخل الا كانت اون مانتونونس ولا اون بيريود دي كونترول بحال هكا. هادشي اللي كاين. واوكمونطاسيون دو لا ديسبونيبيليتي instrumentation. L'instrumentation, je n'ai l'instrumentation industrielle, il y a des watts scénarii. Et des watts qui ne scénarii qui ne zèf les domaines, zèf ou qu'on va principalement qu'un dispositif de contrôle, que une soupape, une vanne, et je vais en parler une fois, inchallah. Ou des instrumentations qui révèlent l'inébranlable. Pour mesurer et contrôler différents paramètres physiques, il y a des paramètres physiques, la température, la précision et les débits. Les domaines d'application de l'instrumentation sont nombreux, chimie, il y a les domaines de la chimie, pétrole, gaz, électricité, or, etc. etc. Plusieurs domaines, il y a une كاين بنادم فيني يخدم في هذا الدبلوم، كاينين افاق كثيرة وبزاف. هنا اخر حاجة ان شاء الله غادي نشوفو واحد الشيما، هي كالتالي، اللي كتوضح لينا الاوتومات كيفاش كيدير، واحد تعطينا واحد الفكرة على الاوتومات والحوار ديالو مع الانسان. الحوار ديالو حد كيكون هنا، انسان كيكون شاد واحد بيبيتر، يعني دون اون سال دو كونترول، واحد
واحد بيبيتر اللي كيكون فيها دي بي سي دي بوطون بوسوار اللي كيتحكم بيها هو وكيعطي بيها لي زانفورماسيون للآلة ديالو اش بغات دير. هاد لي زانفورماسيون كيمشيو لان ان اي بي اي ان اوتومات بروغرامابل. هذا اي بي اي غادي نشوفوه من بعد ان شاء الله اللي كيشد لينا لي زانفورماسيون كيتريتيها لينا كيعالجها وكيصيفط بارابور لي سينيال دونتري اللي كيعطي لو تيكنيسيان كيعطي ان سينيال دو سورتي اللي كيمشيو لي بري اكسيونور. هاد لي بري اكسيونور كيعطيو تاهم الاوامر لي زاكسيونور. لي زاكسيونور هما اللي كيديرو لينا العمل هما العضلات ديال هاديك الماشين. وهاد لي زاكسيونور كي ملي كيعطو ملي كيديرو خدمتهم كيعطو ان سينيال لواحد لي كابتور باش يقولو زعما الخدمة رسالات خدمة وصلت هنا وصلت هنا. انا كنحاولو نسامبليفي ليكم داكشي ولكن داكشي شوية ملي غتوصلو غادي تزيدو تفهمو مزيان. هاد الخدمة كيديروها لي كابتور. كاين بليزيوغ تيب دو كابتور غادي نطرقو عليهم تا هما في واحد الموديل ان شاء الله. هاد لي كابتور كيصيفطو لينا انفورماسيون كيف ما شفنا هنا انفورماسيون اللي كتمشي لو تريتمون دي دوني اللي كتمشي لابي بي. وهكذا كيمكن لينا كيمكن للتكنيسيان يتحكم في هاد الدائرة كاملة بدون أي تدخل فقط من لابي بي تخلي كيكون جالس فيها دون لا سال دي كونترول. دي كاينين لي دو بارتي اللي خاصنا نعرفوهم في سيستيم اوتوماتيزي هما بارتي كوموند اللي يكون فيهم لو بروسيسور او لا بي اي ولا ميكرو كونترولور بحال هكا كيكون فيهم واحد ان سيرفو انتيليجون كي تريتي لي زانفورماسيون اي اون بارتي اوبيراتيف اللي يكون فيها لي بري اكسيونور اي لي اكسيونور. لا بارتي كيما نقولو بويسونس اللي يكون فيها العضلات والخدمه خدامه. وهذا مكان شنو اعطيناكم واحد نظره بسيطه على الاوتوماتيزاسيون ونتمنى نكونوا وصلنا بعض الافكار للناس اللي غاديين يديروا هاد الفيليير وكيتسائلوا شنو هو الدور ديالو. هذا ما كان بالنسبه لهاد الحلقه وان شاء الله تعالى كما وعدناكم في البدايه غادي يكونوا حلقات ماجيه ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيهم جميع لي موديل جميع لي دروس بمساعدة ديال شروح بسيطة وسهل الفهم. ولا كان شي تدخلات لي كومونتير كانوا شي تعليق لي كومونتير ما تبخلوش علينا وجميع لي كومونتير مقبولة ما كاين حتى مشكل. وهذا ما كان في المستطاع بحول الله والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.